للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل دعبس، مؤسس حزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ. دكتور، يعني كيف ترى جهود الدولة في ملف إعادة دمج المفرج عنهم بالعفو الرئاسي في الحياة الاجتماعية مرة أخرى؟ الحقيقة أنا يعني طبعا بنشكر الرئيس على هذه المبادرة الجميلة، إنها هتسعد عائلات كثيرة، ولكن عاوزين من الشباب ده اللي خرج او الناس اللي خرجت انها تكفر بقى عن ما فعلوه سابقا، بانهم يعني يكونوا جبهه لمواجهه اي تزويد الحقائق او اي تقليل من الانجازات اللي بتتم اللي بيعملها القياده السياسيه، ويكونوا يعني بقى يعني جبهه صالحه في المجتمع، يعني تساعد وتنجز وتحاول بكل امكانياتها انها تخلي الناس تشعر بان هم فعلا يستحقوا هذه المبادره الجميله، وطبعا كلنا هنقف معاهم والناس كلها هتقف معاهم والدوله هتقف معاهم، وان شاء الله يكونوا يعني جبهه مشرفه لمصر، لان مصر عاليه على الكل. نعم، لكن فيما يخص جهود الدولة المصرية تحديدا في هذا الأمر، كيفية الاندماج مرة أخرى، وماذا تعني هذه الجهود والأهمية بالنسبة للسلطة التنفيذية في الدولة المصرية عندما تفرج عن عدد من الشباب وتعطي لهم الفرصة مرة أخرى للوصول بالشكل الأمثل بحياة مثالية داخل الوطن؟ هو طبعا هيعتبر يعني الفرصة بتعطى ازاي؟ ان نعتبر ان الحدث اللي حدث ده كأن لم يكن، يبقى في الحالة دي يجد عمل في اي مكان، يجد فرصة في اي مكان، هو دي اهم حاجة تحصل، يبقى كان ما هياش يعني سابقة توقف قبوله في اي عمل، لا احنا عاوزين دي تبقى كأنها حاجة ما حدثتش، حاجة انتهت، وان دي تغبى نصوحة يعني، فيبقى في الحالة دي هيجد العمل في كل مكان يبقى يدخله، ولازم تبقى في توصيات على الناس دي انها تقبل في جميع الأعمال اللي يتقدموا إليها ما دام مؤهلاتهم أو ظروفهم تسمح بالقبول، فدي اللي هي اللي هيبقى الطلب اللي احنا نطلبه، اللي احنا عاوزين نساعدهم، المساعدة هي كأن السابقة اللي حصلت أو يعني الحرش اللي حصل كأن لم يحدث. نعم، أشكرك دكتور نبيل دعبس، مؤسس حزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ.